يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء. واحنا بنعمل وانا شفت دعوه الست دي والله تنقذك من مصيبه والله دي دعوه ليها تنقذك من مصيبه. انا متاخر عليك يا حبيبي. لا يا ابو لا انا مش هتاخر وانا بقى انا قلت متاخر انا بقول نحسن اداء الخدمه. لا احنا مستعدين تحسين احنا جايين نبدا اداء الخدمه للمواطن والمواطنه بالذات لما يبقى كل جيلك ستات زي دول غلابه واللي سايبه بيتها واللي سايبه عيالها وبتاع ننظم العمل تمام وهم هيطمنوا. هتبص تلاقي نفسك واحده مثلا طبط نفسها تقول انا